وللحديث أكثر عن أسواق النفط ينضم إلينا عبر الهاتف من الدمام المختص في شؤون الطاقة الأستاذ عبد العزيز المقبل. حياك الله معنا أستاذ عبد العزيز وطاب مساءك. في البداية بعد ما تهاوت الأسعار بنحو 5% في ختام الأسبوع الماضي جراء الانتشار اللي شهدناه السريع لانتشار فيروس كورونا وتأثيره المدمر على الاقتصاد العالمي وتحديدا يعني الطلب العالمي، هل فعلا تعثرت تدابير الاحتواء والتحفيز في وقف يعني تراجع الطلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ سلمان وسيادة السادة المشاهدين الأخبارية. أكبر المؤثر على المشهد النفطي الآن هو تهاوي وانكماش الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الاستهلاكية في ظل الحجر الذي عم معظم سكان الكرة الأرضية وانخفاض ملحوظ في الحركة والأنشطة الاستهلاكية التي بدورها تتطلب الطاقة. هذا هو المشهد من ناحية الطلب، ولكن المعروض لا زال في وضعه السابق من حيث الإنتاج ووضعه في الأسواق، وهو ما أيضا يعطينا إيحاء بأن التخمة تتضخم أكثر وهناك تنامي في المعروض في السوق. المشهد يسيطر عليه انتشار فيروس كورونا ونحن نراقب. جميل أستاذ عبد العزيز، الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات العالمية لم تتمكن لربما من دفع الأسعار نحو التماسك وتقليل الخسائر، برأيك هل النزيف الأسعار المستمر غير معروف مدى في ظل ربما عدم وجود مؤشرات أيضا على اتفاق جديد لخفض الإنتاج بين كبار المنتجين؟ فعلا نزيف الأسعار يطال النفط، ولكن علينا أيضا أن نلاحظ أن نزيف الأسعار أيضا يطال معظم السلع، ناهيك عن المؤشرات الاقتصادية الكبرى. هناك حذر اقتصادي في تحريك عجلة الاقتصاد وكيف تتحرك حاليا، خصوصا مع الجوانب المالية المرتبطة بأسواق السلع وأسواق النفط تحديدا. هذا ما يعطينا أيضا انطباع سلبي بأن حتى مع هذه المحفزات التي أقرها البيت الأبيض والكونغرس في الأسبوع الماضي لا تزال المؤشرات غير إيجابية وليست ذات طابع النمو، وإنما يغلب الانكماش على المشهد، وهو ما يحذر بأن هناك معايير ستتغير، معايير اقتصادية في جميع الأسواق سواء كانت سلع أو مؤشرات أخرى في أسواق الشركات و أيضا السندات الأمريكية. جميل، أيضا بالنسبة على أنه عزة الموجات الهبوطية يعني عودة المنتجين للإنتاج بأقصى قدرات ممكنة، وأيضا لربما اشتعال المنافسة الحادة على الحصص السوقية المحدودة خلال الفترة الماضية، القراءة والتوقعات بالنسبة خلال الفترة القادمة في ظل يعني ربما بعض يقرأ أنه وجود حرب أسعار وحصص خلال الفترة الحالية؟ من الصعب جدا التنبؤ كيف تكون الأسعار أو كيف تكون هي رحى هذه الحرب السعرية، ولكن المشهد ممتلئ في داخل الصناعة النفطية بتخمة كبيرة تعم الأسواق، هناك إنتاج مستمر قد لا تحفز الأسعار الحالية بعض المنتجين، ولكن من أجل تسديد الديون والالتزامات المالية قد يستمر المنتجون حتى وإن كانت خسائر بالإنتاج أكثر وتحصيل ما يمكن تحصيله. لذلك المشهد معقد جدا، من الصعب جدا في ظل هذا الكم الكبير من المنتجين التنبؤ بكيف ستكون الحركة القادمة. الأستاذ عبد العزيز المقبل المختص في شؤون الطاقة، شكرا جزيلا لك.